السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: افتتح طعامك بالملح، يعني أول ما تجي إلى السفرة اكل ملح، واختم به، وأيضا بعد أن تنتهي من طعامك أيضا اختم بالملح. فإن شنو الحكمة من ذلك يا رسول الله؟ فإن من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من 72 نوعا من أنواع البلاء. وما ذلك البلاء يا رسول الله؟ قال: منها طبعا الجنون والجذام والبرص. وأيضا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ابدأوا بالملح، أول ما تبدون ابدأوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق. قيل: وما هو الدرياق؟ يعني شنو الدرياق؟ الدرياق هو الترياق، دواء مركب نافع للسموم. أكثر أخواننا اللي يشتغلون بالمستشفيات والصيدليات راح يفهمون شنو هو الترياق. يعتبر الملح أساسياً في كل المأكولات، وله العديد من الفوائد، منها يساعد في الوقاية من مرض السكري، يعزز صحة الفم، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، يمنع تقلص العضلات، يعالج إفراز اللعاب أثناء النوم، يعالج التهاب الحلق. إلا أن الإكثار من تناول الملح يؤذي الجسم، حيث أنه يرفع الضغط، يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة، يؤدي إلى تلف بطانة المعدة. نعم أحبائي المشاهدين، أيضا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال: من افتتح طعاما بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه 70 داء. نسأل الله لكم السلامة والتوفيق والسداد، وإن شاء الله صيام مقبول وأعمال مقبولة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.